نحن ننتظر محكمة الهايبي أن تصدر حكما عادلا على ذلك المجرم المأفون القابع في قصر المهاجرين من أجل تحقيق العدالة الدولية والعالمية والعربية أيضا. نحن الآن ننتظر هذا الحكم، إن لم يكن كما تفضل الآخرين بأنه زر الرماد في العيون، نريد حكما قاضيا على نظام بشار وعلى إصابته وعلى بشار الأسد نفسه الذي كان سببا في قتل وتهجير ملايين المواطنين السوريين. نحن هنا ضد القتل وضد الإجرام وضد كل من يتعدى على حقوق الناس، فنحن هنا نقول مبارك لك بشار الأسد الحكم الإعدام إن شاء الله، نبارك لك الحكم الإعدام إن شاء الله، نبارك لك الحكم الإعدام إن شاء الله. حياكم الله إخواني. محكمة لاهاي نحن نؤيد محاسبة أي مجرم بكل العالم. بشار الأسد يمارس الإجرام والقتل أكثر من 11 سنة لحد الآن، فكيف نحن يعني مثل إبرة بنجع بتكون قصة محكمة لاهاي؟ رأس العصابة ضرب بالكيماوي، رأس العصابة قتل ملايين من الشعب السوري، هجر أكثر من نصف الشعب السوري، ولحد الآن نحن بيصير في تأخير وتقديم وما بعرف إيش. أنا شايفه كلياته تمثيلي على هذا الشعب المظلوم. نحن نطالب بالإسراع بمحاسبة هذا المجرم ورفع الحصانة عنه. كيف يعني مثل هذا؟ هذا رئيس عصابة وليس رئيس دولة. كيف بده يكون رئيس دولة وله حصانة أنه ما يتحاسب بمحكمة الجنايات؟ لا، رئيس العصابة بشار الأسد يجب أن يحاسب بمحكمة الجنايات، ويجب الإسراع بهذه المحاكمة، ولا أن تكون رزاز بالعيون بعيون الشعب السوري وعيون شعوب العالم كلياتها أنه رح يتم محاسبة هذا المجرم والإسراع بذلك. أنا مهجم من دير الزور، عاصرت الثورة من 2011 وقتل المقتل. هذا المجرم رئيس الجمهورية العربية السورية الذي قتل فقتل شعبه وهجر شعبه، ونحن نطالب محكمة لاهاي، نطالب الشعب السوري كله يطالب بإعدام هذا المجرم. قتل وشرد وظلم وهدم بيوتنا، ماذا تريدون أن تحكمون به؟ نحن نحكمه من هنا، حكم الشعب عليه بإعدامه إن شاء الله. لا نقبل إلا بإعدام هذا المجرم ومن سانده. ستنتصر الثورة بإذن الله. يا محكمة هاي اسمعوا إلى ما يريده الشعب السوري المحرر، يريد إعدام هذا الظالم، فليس نقبل بأي حكم غير هذا الظالم. أرحب بمحكمة العدل الدولية لاهاي، وأرحب بكل الشرفاء والأحرار من محامي العالم لمحاسبة هذا الطاغية المجرم، قاتل الأطفال والنساء، شيوخ وكبار. حتى المقابر لم تسلم من هذا الطاغية، المقابر لم تسلم من هذا الطاغية. قتل أطفالنا، شرد نساءنا، دمر البيوت على رؤوسنا. سوريا تعدادها 24 مليون أو 25 مليون، الآن لا يوجد في سوريا 8 مليون. قتل أكثر من 3 مليون شهيد وشرد أكثر من 14 مليون. هذا المجرم يجب أن يحاكم، هذا ليس من الإنسانية، لا يشبه البشر بشيء. من يقتل الأطفال ويغتصب النساء ويقتل الشيوخ ويحرق الشجر ويحرق البيوت على أصحابها، هذا ليس من البشر، ولم تعرف الإنسانية مثل هذا المجرم. وأرحب أكرر ترحيبي بمحكمة العدل بأحرارها الشرفاء الذين يطالبون بمحاكمة هذا المجرم قاتل الشعب، شعب بس أراد الحرية. هذا الطاغية زعيم عصابة المافيا الذي جعل من سوريا مزرعة للعبيد، ولأننا لم نرضى بحكم العبيد قتلنا وهجرنا وشردنا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم منه ومن كل سانده من شبيحته ومن مؤيديه ومن كل من سانده من العالم. وأشكر محكمة العدل الدولية لإثارة المحكمة لمحاكمة هذا المجرم المتجبر الذي قتل وشرد الملايين. وتحياتي لكم جميعا ولجميع أحرار العالم.